السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم الإخوان وتحية لجميع المشاهدين الأعزاء والمتتبعين، حياكم الله جميعا ومساءكم سعيد. المهم تحت طلب ديال واحد الإخوان والأخوات قال لك بين لينا الاصلاحات اللي كاينه في هاد الشقق اللي راك خدام فيهم. المهم كما كتشوفوا هذه الدخله ديال الشقه، انا غنوريكم غير من نموذج، راه ديجا سبق ليا ولحت واحد الفيديو فيه معلومات حول هذا المشروع. كما كتشوفوا هذه الصالة تبارك الله، شو قداش راه، شو تبارك الله الصالة قداش. المهم راه مازالين في دور الإصلاح كما كتشوفوا الإخوان والأخوات. هذا القبص، المهم هاد الشقات، يعني أنا ماشي غير شقات، راه ديور، راه ديور ديال بصح. هذا الدوش والطواليط هنا في نفس الوقت كما كتشاهدوا، راه مازال في دور الاصلاحات. هذه الكوزينه راني سبق ليا ودرت واحد الفيديو، غادي تحت الطلب ديال واحد الاخت، قالت لي ما كرهتش تبين لينا الجديد. المهم ها الجديد اختي، راه مازال صباغه يلاه صحاب لا موزيك. عفوا صحاب الرخام، الارض راه فيها الرخام، الارض راه دايرين لها الرخام، هنا غيدير الزليج. وكما كتشوفوا هذا بيت، ها هو كما كتشاهدوا هذا البلاكار، وهذا بيت اخر شامبر. هذا البلاكار كيبدل واحد الاخ هنايا، وهذا حتى هو شومبر بيت كما كتشوفوا، راه مازال الاصلاحات هنايا. هذا الدوش هو طواليط وحمام. هذا الباركون، وصراحه راه هاد الشقات هادو راه ماشي غير شقات، هادو راه ديور كبار تبارك الله. وبالنسبة للثمن راه مازال ما عرفش الثمن شحال كيبيعوا هاد الناس، وملي غادي يكون نسمع بأنهم محددين الثمن راني غادي نقولها لكم وغندير شي فيديو آخر إن شاء الله. والمهم هذا هو الجديد ديال هذا المشروع، و لي سنسور هو هذا. شو الصالة تبارك الله راه كبيرة كبيرة. المهم كما كتشوفوا هاد الشقة الأخرى كبيرة، راه هادشي راه الضخامات. كما قلت لكم بالنسبة للثمن راه مازال ما عرفتش الثمن شحال كيبيعون، وملي نعرف الثمن راه غادي نقولها لكم إن شاء الله. كما كتشوفوا الفينيسيون راه مزيانة، ومازال الصباغة راه مازال الصباغة، مازال هنا غادي دار الجليج.
هنا كاين الرخام. انا دابا كنوريكم ها النموذج، هاد الشيء، هاد العمارات اللي فيهم هاد الشقات، راه راكم ديجا راكم عارفينهم. ونذكركم راه كاينين في حي الوفاق قرب إقامة ما شاء الله. والمهم الإخوان، إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي فيديو قادم إن شاء الله.